قوموا على سحوركم، اجى رمضان يزوركم. الله برمضان زادت رحمته لما تولى بالعناية أمته، واللي احتسب صومه وصلاته وحجته مخلص لربه، ربه تمم نعمته. قوموا على سحوركم، اجى رمضان يزوركم. قوموا شاهدوا حسن السحر كيف بلطفه على الكون انتشر. يا اخوتي يا اخوتي الايمان، والله فضل من ربنا رمضان. ما في بخل، ما في شقى وعصيان، والكل همه ورغبته الاحسان. يشهد شهر رمضان المبارك الكثير من العادات الخاصة التي لا يمكن استرجاعها وتطبيقها إلا في أيامه فقط، ومن هذه العادات جولات وصولات المسحرات في الشوارع والطرقات والأحياء والأزقة، وذلك في منتصف كل ليل وقبل حلول أذان الفجر، حاملا معه طبلا صغيرا ومطلقا العنان لصوته الجهوري، مرددا عبارات قم يا نايم وحد الدايم، في دلالة على الصحو والتذكير بسم الله، ويردد عبارته المتتالية مثل قم على سحورك رمضان جاي يزورك، وأيضا يا نايم وحد الله، وذلك لإيقاظ الناس النائمين من أجل تناول طعام السحور الذي أوصى به رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال تسحروا فإن في السحور بركة، ليستطيع الصائم أن يمضي يوم الصيام براحة دون عناء. يا صائم وحد الله قوموا على سحوركم، إجا رمضان يزوركم. يا صائم وحد الله. وعرف المسحرات أو المسحر بأنه منشد توارث تقاليد الإنشاد وحفظ عبارات ونصوص أغانيه عن السلف، وتتضمن هذه النصوص مقاطع غنائية باقية من القصص الغنائية القديمة. شهر العبادة شهرنا، أحلى ليالي عمرنا، الله من عنده أمر ليزيد عنده أجرنا. حي الدايم حي الدايم. يتضمن إنشاد المسحرات بعض الابتهالات والمدائح النبوية والتذكير، وهو نوع من الأشعار العامية ينشدها المؤذن في المنارة لتذكر الناس بوقت سحورهم. مسحر هذه المنطقة، أخذناها وراسة أباً عن جد. أخونا أبو فهد إبراهيم المسلماني، يعني عن والده هو أخذها، كان يشتغل بالجلد بالتفصيل، يخاف على إيديه يضربون. إجا قال لي تستلمها بالفاتحة، المسحر مهمته أنه يفيق الناس مشان يسحروا حضروا حالهم للصيام، هي مهمته، وبأدب بالطريق، وبدق باب باب أو جرس جرس شوه، وبينادي بأسماءهم اللي بيعرف أسماءهم، واللي ما بيعرف أسماءهم يا نايم وحد الله، يا نايم اذكر الله، يا نايم صلي على رسول الله، صلي على رسول الله. يا دلاتية فهد وحد الله، صلي على رسول الله. المسحر بوقت الشتاء القارس البرد ما في شلون، كان ما في عنا إنارة بالحي تبعنا، إنارة مزبوطة، كان في بالطريق يعني كلاب أجلك الله، شغلات يعني مخيفة كثيرة، فهون كان دور المسحر المزبوط. أحياء قديمة كانت، هلأ في بعض بنايات، في بعض يعني مناطق تحسنت إنارة كذا، كان ما في هذه الإنارة، نحن ما بنعرفها هي. يا غياس المغيسين ويا صريخ المقروبين. لما كنا أطفال كان مستلمها صهري جوز عنتي
عبد الله بن سلماني الله يرحمه أخذها وراثة عن الشيخ علي عمه أبو حرمته. فقلنا نلحق نحن بعد المغرب، كان يحمل سلة بإيده ويمسك الطبلة ونقي ريق بعد المغرب تطلع هالعالم تعطيه طعام، يجمع الطعام نحن هون بالمنطقة هاي. مين في أيتام الشيخ عبد الله الله يرحمه يبعث لها الناس، مين في أرملة يبعث لها شو من الحلو من اللي شو يجي كتير يعني كان يجينا ونوزعون. أما هلا هي انقرضت هي الشغلة، ما عاد حدا حمل سلة، ما عاد يعني شغلة طورت العباد. كان الأول درويش يعني خلق اللي بمحيطنا حي شعبي درويش. أنا لما أبعت لك ما تستأذ أنت من طعام اللي موجود من الغير انبعت إلي. هلا اليوم في ناس ما بتاكل الا اكل مرتها او اكل بيتها او اصحى يا مؤمن اذكر الله افلح من ذكر الله الله يطعمكم زياره النبي وحده الله اصحى يا مؤمن اذكر الله عاشق النبي صلوا عليه في أولاد يعني بدك تقول 17-18 أخذين الشغلة عشوائية. يلا لح نفيق العالم ما عم يعرف لا يسحر لا يعرف يفيق العالم ولا لا. يعني شغلة فكرة إنه مسخرة أو لا. أما شغلة المسحر المضبوط بده يكون واقف في أدب قدام بيت الناس بده يصرخ يا أبو فلان يا أبو محمد يا أبو خالد كل واحد باسمه. وابن الحي طبعا بيعرف ده كل حيه كل اسماء حيه عرفت شلون. فانا لما اخذت المهنه هي انا بياع متجول بعرف ابو خالد بعرف ابو حسن بعرف ابو حسين بعرف هذا ابو بكر هذا ابو عمر كلهم بعرفهم يعني باساميه بنادي لهم بالليل. اما هي شغله الولدنه في كثير بالليل يا ما زحمونا عالم ودا صغار جوا قال نحن مسحرين طيب بدنا نسحر اقاسي اذكر الله يا عبدو. ليس للمسحرات